عقد على امرأة فهل يجوز له الخلوة بها قبل إعلان النكاح؟ الجواز يجوز ما دام العقد انتهى وهو عقد صحيح متكامل الشروط والأركان، عقد صحيح، صارت زوجة له بموجب العقد. لكن عرف الناس أنه ما يدخل بها إلا بإجراءات معروفة ووقت معلوم، فالأحسن له أنه يتجنب الدخول بها والخلوة معها حتى يمشي مع ما كان عليه العرف عند الناس، تجنبا للفتنة، تجنبا لما يترتب على هذا من العواقب، لأن الناس إذا اعتادوا شيء وخالفتهم يحصل شيء منا، فعليه أنه يصبر إلى أن يأتي أوان الزفاف والله يبارك له. نعم.